دلوقتي احنا عندنا مصحفين خلاص، هو مديهم لنا ديفيجن وبلاد، وعايزنا نستنتج المصحف الثالث سايد فيو في الاتجاه ده. خلاص ممكن تيجي نفس الرسمه في الامتحان، بس يقول لك استنتج السايد فيو في الاتجاه ده. خلاص بس ماشي شباب. كنا بنقول في حاله استنتاج المصحف الثالث، لو انا هستنتج سايد فيو، اي خط راسي في الاليفيجن هو عباره عن مستوى في السايد فيو، عرضه بيجي من البلان مع الدوران 90 درجه. الكلام النظري ده لما نيجي نطبقه واحده واحده، اكبر ارتفاع عندي في الاليفيجن كان كام؟ 95، صح كده؟ يبقى انا عندي بدايه الاليفيجن اهو ونهايته اهو، ده الارتفاع اللي هو اي خط راسي في الاليفيجن، هو عباره عن مستوى اهو، ده المستوى الكبير اهو. طيب عرضه بيجي منين؟ عرضه بيجي من البلاد مع الدوران 90 درجه. فاكبر عرض، اكبر عرض للبلان عندي هو كام؟ كان نص القطر 55، يبقى القطر كله كام؟ 110. هاخد ال 110 دي والف بيها الناحيه الثانيه. فلو بدات من هنا يبقى نهايه ال 110 مثلا هنا اهي. اروح جاي طالع بخط كده، اروح جاي طالع بخط كده. انا كده جبت الحدود اللي انا هرسم جواها، او اكبر ابعاد عندي في السايد فيو. خلاص؟ في حد قاعد عنده مشكله في نقل الاثنين دول؟ واجهته مشكله في النقل نفسه؟ لو حد عنده مشكله في النقل يا جماعه، اللي انا عملته دلوقتي في السايد فيو انت بتعمله في الاليفيجن والبلان، اللي هو بتجيب اكبر ابعاد وترسم مستطيلين. وقلنا قبل كده انك عشان تبدا صح ابدا بالمسقط اللي فيه دوائر الاول. خلاص؟ فانت لما تيجي تبدا هنا تبدا ازاي؟ انت خلاص محدد البدايه والنهايه. هتيجي من هنا تمشي 4.2 اللي هو الريديوس بتاع نص القطر ده. الريديوس بتاع الدايره دي كان 4.2 او 42. وتعمل السنتر لاين ده. بعد كده جايب لك من السنتر لاين ده للسنتر لاين اللي هنا 65. 65. بعد كده من السنتر لاين اللي هنا لغايه النهايه دي كان 5.5 اللي هو 55. فانت ممكن تمشي 55 او 5.5 وترسم سنتر لاين، وبعد كده 6.5 وترسم سنتر لاين، يبقى انت كده حطيت السنتر لاين بتاعك. وعندك دي كلها 110، فالسنتر لاين ده في نصها اللي هو 55. كده حددت المركز اللي انت عايز ترسم منه او تبدا منه. خلاص. هتيجي هنا تفتح البرجل بتاعك على 42 وترسم نص الدايره دي. هتيجي هنا تفتح البرجل بتاعك على 55 وترسم الدايره اللي ربع دي كده. او ترسم الدايره كامله، بس تيجي في الحته دي تخففها، لما توصل الخطين دول تمسح الزياده اللي هنا. اللي باقي ايه؟ شويه دوائر، 1 2 3 4، 4 دوائر. لو ابعادهم مش موجوده هنا هتلاقيها موجوده فوق. هتلاقي واحده هنا الصغيره دي 20، مكتوبه هنا 20 فاي. بعد كده عندك اللي بعديها دي 30. بعد كده عندك دي 60 اللي هي الكبيره دي. خلاص. وعندنا واحدة بقى مكتوبة تحت، صح؟ 40 مكتوبة كده، مكتوبة هنا كده اللي هي دي الداش ده، مكتوبة هنا 40. يبقى دي كل الأنصاف الأقطار اللي عندك. القطر ده بتقسمه على الاثنين وترسم بيه الأربع دوائر. باقي مين؟ باقي الكبيرة دي. الكبيرة دي في جزء منها جزء من دايرة اللي هو الطرفين دول، وبعد كده الشكل المتجسم ده. مديك المسافة من الخط ده للخط ده 100. يبقى هنزل 50 وأعمل خط خفيف، وأطلع 50 وأعمل خط خفيف. ومن النص بيقول لك دي 10، يبقى نص سم يمين ونص سم شمال، وتطلع بيها 15 اللي هي 1.5، او تنزل بيها من ال 100 15. بعد كده دي 10 ودي 10. طيب الكلام ده فين؟ فوق جوه المستطيل ده الكبير ده. مديهولك القطر بتاعه 70. طيب عملت الحته دي، تنزل الخط ده مماس مع القوس اللي هنا وتمسح الزياده زي كده. نفس الكلام هنا، خلصنا الجنب ده. هيفضل لك 1 2 3 4 4 دوائر. يديك الريديوس الدائري بتاعهم 42، فهفتح البرجل بتاعي واعمل الريديوس بتاعه. بعد كده مديني السنتر لاين اللي هنا والسنتر لاين اللي هنا مايل على زاويه 45، بالمثلث 45 هتعمله، بالمثلث 45 هتعمله. خلصنا الجنب ده كله. تعالى هنا عندك دي نص دايره هترسمها، بعد كده ده داش نص دايره ونص دايره، وعندك السنتر لاين ده في نص المسافه دي 24، يبقى دي في نصها 12 و12، وترسم الدوائر. خلصت الدوائر اطلع على فوق. القاعدة ارتفاعها 1 سم مع بداية ونهاية الرسم، مستطيل 1 سم. بعد كده خد اسقاطات للدوائر اللي أنت رسمتها، هتلاقي نفسك اللي فوق ده بيخلص معاك في 5 دقايق 10 دقايق بالكتير. ماشي؟ ده طريقة النقل بتاعك.
خلصت ابدا بس تنتج مسقط. جبنا الابعاد، انا هبدا ابص من هنا فهبدا من البدايه. اول حاجه خالص شفتها في عندي من الارتفاع ده اي خط راسي في الاليفيجن. فاول ارتفاع عندي راسي في الاليفيجن كان ايه 10 مللي اللي هو 1 سم. فاجي هنا انا عندي سنتر باين هنا كده في نص ال 110 عشان هحتاجه خلاص، هطلع عليه 1 سم وهرسم مستطيل من اول للاخر. هتقولي طب ما هو انا نزلت هنا هلاقي العرض بتاع ده الحته دي بس اللي هي 42 في 2 ب 8.4. هقول لك صح، بس هل ده ماشي من بدايه الرسمه لاخرها ولا حصل زياده عندي؟ حصل زياده عندي. طب الزياده دي كان مقدارها كام؟ 55 في 2 يعني 110. يبقى اذا القاعده بتاعتي اكبر بعد فيها كان 110، عشان كده خدت المستطيل من البدايه للنهايه. ماشي كده؟ طيب الحتتين دول بقى هيظهروا معايا فين؟ هقول لك لازم يظهروا معايا، وانت باصص كده في حاجه مخبيه عليهم؟ مفيش، ظاهرين قدامي. يبقى اذا هاجي هنا همشي 4.2 واعمل خط، وهمشي 4.2 واعمل خط، يبقى ظهر معايا النقطه دي كده والنقطه دي كده اللي هم نفس النقطتين دول. كده خلصت القاعده، انت خلصت المستطيل ده وخلصت الجسم الكبير ده كده. عايز تخلصه بالمره؟ هات الجمال اللي فيك. وانت باصص من هنا شفت خط داش ارتفاعه كام؟ 1 سم. خلاص يبقى ارتفاعه 1 سم جوه دي. يبقى ارتفاعه هيكون جوه دي 1 سم هو هو. طيب مكانه فين؟ لما نزلت لقيته عباره عن دايره ودايره. دايرتين ظهروا مستطيل، يبقى الناحيه الثانيه هيظهروا ايه؟ مستطيل. مستطيلين. مستطيلين. ان لو جسمين متشابهين في مسقط واحد او ظاهرين في مكان واحد ان هم بيظهروا شكل واحد مره واحده، والمسقطين التانيين بيظهروا اثنين، فظهروا هنا اثنين لما يلفوا معايا الناحيه الثانيه يظهروا ايه؟ مستطيلين. وانت واقف هنا شايفهم ولا داش؟ داش. يبقى الناحيه الثانيه يظهروا ايه؟ داش، صح كده؟ طيب سنتر وسنتر كام؟ دي انت هتقيسها من على الرسم، لان كان السنتر بتاعها دايري، جزء من دايري، فهتجيب النقطه من المركز من هنا والنقطه من المركز من هنا وتقيس النقطتين دول وتاخدهم نصهم هيمشي يمين اهو وتعمل سنتر لاين، نصهم هتمشي شمال وتعمل سنتر لاين. تقريبا انا مش فاكر بالظبط هتطلع ولا لا، هيجي خط داش من دول هينطبق ولا مش هينطبق؟ لا مش هينطبق، واحد منهم هيعدي كده خلاص يبقى السنتر ده هيخش جوه يمين. واحد هيبقى هنا. نفس الكلام الناحية التانية. هيعدي بحاجات بسيطة أوي. تكاد تكون مليارات. يبقى أنا كده خلصت من المستطيل ده. يبقى ده أعلم عليه صح. هكمل ألاقي عندي هنا مستطيل تاني ومستطيل تاني. المستطيلين دول نفس الارتفاع اللي هو ده. لما تنزل تحت تلاقيهم واحد اثنين ثلاثة أربعة. الاربعه دول وانت باصص في الاتجاهات تشوفهم كام مستطيل؟ مستطيلين. خلاص؟ نفس الفكره هتقيس المسافه من السنتر هنا للسنتر هنا. خلاص؟ تقريبا هيحصل تداخل فيهم لان هيبقى عندي سنتر لاين اهو. سنتر لاين هنا كده. هيبقى في داش هنا كده وداش هنا كده. على حسب بقى هيطلع معاك كام في القياسات. يبقى مستطيل مستطيلين ادوني تحت اربع دوائر وانا باصص من هنا الدائرتين دول هيغطوا على الدائرتين دول يدوني هنا كام؟ مستطيل. كده خلصت المستطيل ده اللي هي القاعده اللي عندي بالدوائر اللي فيه. صح. هو لو خدت الزاويه بس من بيت ده مراكز. اه اللي هي المسافه من هنا لهنا. صح؟ عادي هي هي. طيب بعد كده هتطلع على الخط اللي بعديه هتلاقي عندك خط من هنا لهنا. ده ارتفاعه كام؟ 30 صح؟ 30 اه. ارتفاعه 30. يبقى انا هاجي هنا اقيس 30 اللي هي 3 سم اهو على نفس الارتفاع. طيب لما انزل تحت الاقي عرضه كام؟ الاقي المستطيل هنا عرضه كام؟ 6 عرضه 10 12 6 6 مللي 6 ولا 9 على فكره 6 ماشي عرضه 6 صغير قوي 6 ماشي عملتوها يعني؟ اه خلاص ماشي. هنلاقي عرضه هنا 6 مكانه موجود فين؟ على السنتر لاين. يبقى لما يلف هنا يجي مكانه على السنتر لاين بالظبط 3 مللي يمين و3 مللي شمال هيديني مستطيل اهو. بالشكل ده كده. يبقى انا كده خلصت الخط ده وخلصت معاه المستطيل اللي تحت. بعد كده يجي الخط اللي بعديه اللي هو ده. السؤال بقى
هل الخط المائل ده هيغطي على المستطيل ده؟ لا. يعني وانا واقف هنا هشوف ده داش ولا اشوفه سوليد؟ سوليد. ها؟ داش وسوليد. طيب توضيح سريع. الرول ده لو انا حطيت قدامه القلم ده كده، هل عرض القلم هنا يغطي على عرض الرول ده؟ ما يغطيش صح؟ المستطيل ده احنا لسه قايلين عرضه كام؟ 6 مللي. لما تيجي تبص من البلان هتلاقي ان عرض المستطيل ده هو عباره عن الدايره دي. فالمستطيل ده بالنسبه للدايره صغير جدا فمش هيغطي عليها، يبقى ده ظاهر معايا، بس ياخد نفس الارتفاع اللي هو ال 30. طيب عرضه كام؟ انزل تحت هلاقي عندي نص القطر بتاعه كام يا شباب؟ 30 19. نص القطر بتاعه 19، الريديوس بتاع الخط ده كده 19. مستطيل ظهر دايره يبقى الناحيه الثانيه يظهر ايه؟ مستطيل. نص يمين 19 يمين مثلا و19 شمال على حسب بقى الرسم معاك هيطلع ازاي. ماشي انت ترسم ده بقى. يبقى كده المستطيل ده بتاع المستطيل ده بتاع الدايره دي. خلص. نشوف اللي بعده. بعد كده عندي المستطيل ده ارتفاعه كام؟ 5. ارتفاعه نص، يبقى هطلع فوق هنا نص واحط نقطه. نزلت تحت لقيت ان المستطيل ده بيمثل هنا ايه؟ دايره. دايره ظهرت المستطيل يبقى الثالث مستطيل. اشوف قطرها كام؟ 20. قطرها لا 28. دي 28 قطرها 28 مكتوبه فوق 28. ماشي مكتوبه 28 هنا كده. ف 28 يبقى هلف الناحيه الثانيه 14 يمين و 14 شمال. هندسه لم حاجتك واطلع بره. لم حاجتك واطلع بره. 14 يمين و14 شمال. خلاص؟ معايا. اطلع بره. معايا من غير ما تناقشني. يلا. وما تحضروليش تاني، احضروا في يوم تاني. احضروا في يوم تاني مش تحضروا. خلاص؟ من غير مناقشة، ما نتناقش بعد السكشن. يبقى أنا كده خلصت المستطيل ده وخلصت الدايرة دي. أجيب اللي جواها عشان أخلص منها. فلقيت عندي هنا مستطيل داش ارتفاعه كام؟ مدينا ارتفاعه؟ لا هو نفس الارتفاع ده كده مع ده كده مديني هنا دي 17. خلاص؟ وعندي دي 10 ودي من الحسابات هتطلع نص. يبقى 1 ونص و1 و7 يبقى ادينا كام؟ 2 وكام؟ 2 و ادي 2 و3 و3 و2 من 10 3 و2 من 10. خلاص؟ يبقى الارتفاع دي داش من تحت من هنا 3.2 من 10. يبقى 3.2 من 10 هو جاي عامل 8 نقط. من غير ما تحسب لو انت رسمت هنا ممكن بالمسطره حرف تي تحدد النقطه دي وتاخدها اسقاط على طول. انت كده كده رسمت. خلاص؟ فتاخدها اسقاط من غير ما تفضل تلعب نفسك وتحسب كده. طيب خدت الارتفاع نزلت تحت لقيته عباره عن مين؟ عباره عن الجسم الاسطواني ده. طيب نص قطرها كام؟ 11. يبقى هاجي هنا 11 يمين و11 شمال اهو. 11 يمين احط نقطه، 11 شمال واحط نقطه. انزل خط داش بالشكل ده. يبقى انا كده خلصت ده وخلصت معاه ده. الحاجه اللي تخلصها اعمل عليها عمليه الاسئله صح. ماشي؟ بعد كده عشان يبقى خلصنا الجنب ده كله فاضل عندي الارتفاع من هنا لغايه هنا. من غير هو خلاص متحدد معايا من اول الداش ده لغايه السوليد ده. هنزل تحت الاقيه عباره عن دايره. الدايره دي قطرها كام؟ 14. يبقى 7 يمين و7 شمال. خلصت دي كمان. خلاص. انت تقريبا كده خلصت الجزء الصعب في الرسم. لان الجزء اللي جاي عباره عن اسطوانه كبيره جواها مجموعه طيور. لو انت شاطر هتلاقي ان دي شوف الاقيه دي ما طلعتش فوق. دي كده باللي جواها هتتنقل الناحيه الثانيه هي بالظبط باللي جواها ما اداش اللي جواها. فالدايره الكبيره دي كام؟ 60. خلاص 60 بدا معايا من فوق خالص لغايه القعده اللي عندي. 60 يبقى 30 يمين و30 شمال لانها ظهرت هنا مستطيل وظهرت هنا دايره. يبقى الناحيه الثانيه تظهر ايه؟ مستطيل. مستطيل. همشي 3 سم يمين و3 سم شمال وهنزل من فوق لتحت اهو كده.
يبقى انا خلصت دي. خد اللي جواها بالترتيب. عندي دي 40 بدا من هنا لغايه هنا، هاخد دي اسقاط كده، اديني بقى الحته دي 40 يبقى 20 يمين و20 شمال. ادي ال20 اهي تيجي لغايه النقطه دي كده، و20 شمال تيجي لغايه النقطه دي. ما علينا، انا هكلم بتاعك. خدها اسقاط، خدها اسقاط. ماشي ماشي يا شباب. انا كده خلصت دي وخلصت دي، خلصتها هنا، خلصنا دي معاها، خلصنا دي معاها. فاضل عندي مين؟ فاضل عندي الحته الصغيره دي. طب الحته دي ارتفاعها كام؟ مش عايز اعرف. موجوده اهي، اسقاطها اهي تقريبا هنا عندي دي كده. طب قطرها كان كام؟ دي كان قطرها 30، يبقى 15 يمين اهي هتنزل هنا كده اهي، 15 شمال. بعد كده هترجع تكمل معايا ال 40 تاني في الحته دي اهي لغايه قبل دي النص. بالشكل ده. ويجي في الاخر القطر ال 20 هينزل زي ما هو 10 يمين و10 شمال. يبقى اللي احنا رسمناه بالاسود ده هو ده وده وده وده. لغايه كده في حد عنده مشكله؟ تمام؟ مشينا خط الخط ده. طيب نيجي بقى لاخر حاجه. طبعا ده مش موجود، هيتمسح، وده مش موجود، دي الحدود الخارجيه للرسمه. فاضل عندي مين؟ فاضل عندي ده، فاضل عندي ده. اللي فوق ده ارتفاعه كام؟ 10 اهو، من هنا لهنا. لا دي الغلطه بقى اللي الناس بتقع فيها، دي مش داهيه. لما كانت هنا كانت فاي 70 الحته دي، لكن لما نيجي نبص لها من هنا هشوف العرض كام؟ 100. العرض ده كله من اول هنا لغايه هنا، يبقى همشي من هنا 50. الاقي نفسي وقفت هنا اهو كده، مستطيل كده 50 و50. ما هي 100، يبقى 50 يمين و50 شمال. حدود الرسم بتاعتي كانت 110، ففي نص سنتي زياده هنا ونص سنتي زياده. ده مش معايا وده مش معايا. ماشي كده؟ طيب كان جواها، كان جواها خط 2 3 4، كل الخطوط دي اللي هما بالنسبه لي هيبقى الخط ده والخط ده. وانا باصص من هنا هشوفهم ولا داش؟ داش. يبقى همشي من هنا 1.5 واعمل خط داش، وامشي من هنا 1.5 واعمل خط داش. ماشي يا شباب؟ اخر حاجه فاضله، فاضل عندي المستطيل ده او الخط المائل. بس الخط المائل ده بادئ من هنا ومنتهي فوق. عرضه نفس العرض بتاع المستطيل الاولاني، فاللي هو ده هيكمل داش لاين بس اهو. واقف فين؟ واقف بالشكل ده. تاني المستطيل ده وانت باصص من هنا مش شايفه، مش شايفه صح؟ العرض بتاعه طلع هو هو نفس العرض بتاع الويب ده اللي هو 6 مللي، فهيبقى ظاهر في الحته دي ومختفي في الحته اللي بقى. بس فكملناه داش من تحت لفوق. تمام. ها في حد عنده اي مشكله؟ اتفضل. اللي هم اللي هم اللي عند الحتتين دول ودول دي ودي؟ لا اللي هم المستطيلات دي. اه. اهي هو خط الداش ده وخط الداش ده مش المفروض ده اربعه؟ ليه؟ اربعه ليه؟ انت باصص من هنا ده البدايه ودي النهايه. اه. صح؟ دول ظاهرين. اللي مختفي عندك مين؟ الغطسه اللي بتغطس من تحت دي والغطسه دي. النزول ده والنزول ده. فدول بس اللي هيلفوا معايا يجوا لي داش هنا ويجوا لي داش هنا. لو هو عند ال 10 سم دول، دول ظاهرين. لا دول ظاهرين بقى اهو، ده بدايه ونهايه الايه؟ الجسم بتاعك. ها يا شباب. تمام؟ ها يا جماعه، في حد عنده اي مشكله؟ حد عنده اي اسئله في السايد فيو؟ كملوا بقى.